السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب سوف نقدم لكم آخر توقعات حالة الطقس بالمغرب ابتداء من زوال اليوم والأيام القادمة والمود المعنية بأمطار الخير إن شاء الله. لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة، شكرا لكم. وبالنسبة لتوقعات فترة بعد الزوال، يتوقع أمطار عاصفية متواصلة على المملكة وأمطار غزيرة جدا وعواصف رعدية محتملة قوية محليا على تطوان، سبت الفنادق، المضيق وأصيلة، وتطوان، العرائش، شفشاون، لاميمون، سيدي علال التازي، وإيساقن، وتاويات، قرية أبو محمد، وأمطار حاضرة كذلك على سيدي سليمان والرباط ومكناس وفاس وتهلا ومكناس وإفران والماس وخنيفرة وغضزم بإذن الله وزود شيخ بن بلال. أمطار ربما تكون ضعيفة على البروج وكذلك قلعة السلاغنة وسيدي بوعثمان، أمطار نسبيا ضعيفة ومتفرقة، وكذلك أمطار حاضرة إن شاء الله ربما تكون على الدار البيضاء بن سليمان، القرابة، رشيد، الرباط، الروماني، وكذلك الوالدية، سيدي بنور، ولاد فرج، اليوسفية، أسف، في خميس ود الحاج، الصويرة، أي داود، وإيمن تانوت، وتارودانت، وأكادير، وأي تباها، والفعوة، تيزنيت، وتفركات بإذن الله، وسيدي إفني، وقلميم، وقطصر، حتى طنطار، بعد التساقطات المطرية الغزيرة والمعتبر. أمطار عاصفية وقوية إن شاء الله فترة ليلية سوف تستمر هذه التساقطات في الفترة الليلية من هذا المساء بإذن الله. أمطار غزيرة وقوية إن شاء الله على عدة مدن من المملكة والمدن المعنية، فهي تطوى أقصى شمال المملكة، العرائش وطنجة، بردوش، فشاون، وكذلك الحسيمة والرباط، وسيدي سليمان بإذن الله، وتازة، وتوريت، وكيكو، خنيفرة، وابن بلال، وتبانت، وكذلك أسفي، والصويرة بإذن الله، وتارودانت، وأكادير، وتيزنيت، وتليوين. أمطار غزيرة وعاصفة إن شاء الله كذلك على الجهة الشرقية بعد التساقطات المطرية على وجدة، وتوريت، وجرادة، بإذن الله سوف تعرف أمطار غزيرة ومعتبرة بحول الله. بالنسبة لتوقعات يوم غد إن شاء الله فيحتمل أن تستمر هذه التساقطات المطرية خصوصا على الشمال الغرب للمملكة. أمطار حاضرة على رائش وطنجة وأصيلة وكذلك تطوان وشفشاون، إيساقن، وللا ميمونة، سيدي علال التازي، سيدي سليمان، قرية أبو محمد، وفاس، وتهلا، والخميسات، والرماني، وكذلك بن سليمان، الدار البيضاء، القارب، رشيد، والماس، خنيفرة، وزاوج الشيخ، وكذلك وادزم، خريبكا، البروج، بن ملال، وسطات، ولاد فرج، وكذلك الدار البيضاء، برشيد، القارستات. وأمطار ضعيفة محليا على أسف، في خميس ود الحاج، والصويرة، والوليدية، أمطار ضعيفة ومتفرقة، وكذلك ربما تكون بوق المرتفعات، الأطلس الكبير، وعلى سوس، أمطار نسبيا ضعيفة ومتفرقة بإذن الله. بالنسبة لتوقعات الفترة المسائية بإذن الله فيتوقع استمرار التساقطات المطرية على تطوان والعرائش، ببرد، وتازة، وسيدي سليمان، وفاس، والرباط، وكيكو، خنيفرة، وبن ملال، وخريبكا، وسطات، والجديدة، أسفي، أمطار نسبيا تبقى ضعيفة ومتفرقة مع احتمال تقدم أمطار كذلك ومنخفض جوية تدخل كذلك إلى المملكة يوم الأحد إن شاء الله. فسوف تشهد المملكة أمطار عاصفية وغزيرة جدا، أمطار قد تكون في المر الحيطة والحذر، أمطار غزيرة ومعتبرة قوية على أصيلة، وكذلك تطوان، وطنجة، وشفشاولة، والعرائش، للاميمونة، ووزان، وإيساقن، وأكنول، والحسيمة، والدريوش، والناظور، وكذلك جرادة، ووجدة، وفاس، ومكناس، الخميسات، سيدي سليمان، الرباط، دار بيضاء بن سليمان، والقارة، برشيد، الخميسات، وفرس، سيدي بنور، الوالدية، والبروج، وكذلك أمطار حاضرة على أزيلال، وابن ملال، وإيمل شيلوت، ومفيت، وأوكيمدن، وكذلك زوج شيخ واتزم، وخريبكا بإذن الله. فيحتمل استمرار التساقطات المطرية إن شاء الله اليوم الأحد، كذلك ربما تصل حتى قلعة السلاغنة وبن قرير، وتبقى أمطار ضعيفة محليا، ربما أزيلال كذلك أمطار قوية محليا على إيمل شيل وزوج شيخ وتومفيت وابن ملال واتزم، خريبكا، سطات، القارة، برشيد، واتزم، والجديدة، الوالدية، وكذلك بن سليمان، الرباط، الخميسات، مكناس، فاس، قرية أبو محمد، سيدي سليمان، سيدي علال التازي، ومكناس، وشفشاون، أمطار غزيرة وقوية محليا مع احتمال عواصف رعدية وهبوب رياح نسبيا قوية على أقصى شمال المملكة، على طنجة، وأصيلة، تطوان، وسبت الفنيدق، المضيق، والحسيمة، والواجهة المتوسطية، على الناظور، والجهة الشرقية بإذن الله، على بركان، ووجدة، بحول الله سوف تعرف تساقطات أمطار غزيرة ومعتبرة إن شاء الله يوم الأحد. استمرار أمطار الخير كمرتفعات الأطلس بإذن الله، والحوز بإذن الله، وأمطار حاضرة إن شاء الله على أمطار قوية محليا على الصويرة، وكذلك شفشاون، أوكيمدن، أوزميز، من تانوت، وقلع سراغن، سيدي بوعثمان، أكادير، بوعشيبة، بنقرير، ومراكش، اليوسفية، الوالدية، ولاد فرج، والجديدة، وسطات، البروج، خريبكا، واتزم، زوج الشيخ، بن ملال، خنيفرة، توفيت، إيمل شيل، وابن ملال، الدار البيضاء، سطات، والقارة، برشيد، والرماني، والماس، الخميسات، الرباط، مكناس، إفران، فاس، تهلا، مكناس، سيدي علال التازي، لاميمونة، إيساقن، أكنول، ساكا، الحسيمة، الناظورة، الدريوش، وكذلك بركان، ووجدة، وتاوريت، وأقصى شمال المملكة، طنجة، وتطوان.
تطوان والقرية تراوش وشاون. أمطار غزيرة قوية محليا سوف تستمر إن شاء الله لعدة أيام إن شاء الله كما تشاهدون الإخوة الأعزاء. والآن سوف نلقي نظرة على التوقعات البعيدة بإذن الله. يوم الاثنين أجواء غير مستقرة أقصى شمال المملكة واستمرار بعض التساقطات المطرية. يوم الثلاثاء فيحتمل استمرار بعض التساقطات المطرية إن شاء الله أقصى شمال المملكة. في التوقعات البعيدة المدى ستبقى متمركزة أقصى شمال المملكة والشمال الغربي مع احتمال دخول أمطار عاصفية. كذلك يوم الخميس بإذن الله سوف تشمل عدة مدن من المملكة وسوف يدخل منخفض جد قوي بإذن الله سيؤدي لأمطار عاصفية من طنطان إلى طنجة وبإذن الله والمناطق الوسطى الداخلية سوف تعرف أمطار غزيرة وقوية إن شاء الله. منخفضات متتالية سوف تتهم المملكة إن شاء الله ومنخفض قوي سوف يدخل إن شاء الله. كذلك إن شاء الله يوم الجمعة 16 جنبر من هذا الشهر أمطار غزيرة وقوية كما تشاهدون إخوة الأعزاء خير كبير وتلوج أمطار غزيرة وقوية قادمة إلى المملكة إن شاء الله. أسأل الله التبات خلال اليوم. كذلك السبت فسوف تستمر بعض التساقطات المطرية مع احتمال تقدم منخفض جوي آخر.